يقول: ما حكم طرد أهل البدعة من مساجد أهل السنة؟ بالنسبة للصلاة، أهل البدع كغيرهم من المسلمين يلزمهم حضور الصلوات في الجماعات، ولا يمنع أحد من المسلمين من حضورها وشهودها، وبالنسبة لما يكون من الدروس العلمية، فمن جاء مستبصرا مسترشدا استمع، لعل الله عز وجل أن ينقذه من بدعته إلى السنة. ومن كان مخاصما معاندا وإنما يريد التشويه لأهل الحق أو التلبيس أو غير ذلك فيطرد من الدروس. وكان الحكم بن نافع الحمصي إذا حضر أهل البدع ترك التدريس، وكان يقول: أحرض على كل مبتدع إلا خرج من مجلسي. وأما الصلاة فلا يمنع من حضورها وشهودها، وأن المساجد لله.